أطل كانون الأول ومعه الأجواء الميلادية في المدن والقرى اللبنانية التي لبست حلة العيد المضيئة. تقرير ركال مبارك. إنه بحق زمن ميلاد المسيح الذي بدأ وهجه يسطع في أرجاء لبنان، من داخل البيوت إلى خارجها زينة استثنائية نقلت فكرتها من بلدان العالم، فصارت ظاهرة في أكثر من قرية ومدينة لبنانية. ناس يعني صارت بلبنان عم تهرب من كل شيء بحزن أو كل شيء، مثلا من سياسة، مشاكل، لاقتصاد، لكل شيء عم تبين هالشي بزينتها. ايه صارت ظاهرة كتير بهالايام، وصار انه كل بيت عم يزين بره بيته. في حين كانت زينة الشوارع محط اهتمام البلديات والجمعيات وبعض المراكز التجارية، اضحت اليوم رغوبة عند المواطنين، فتزيين منازلهم وابنيتهم يعود بالنفع على المحيطين بهم ايضا. كانت الزينة قبل بتزين شجرة بالبيت مع شوية أضوية هيك على السفان، صارت تتطور، صار في إشياء أضوية ليد ضوء فيها الشوارع بتعطي ضوء أحلى، صرنا نزين البيوت من برا، داير الأرميد اللي عنده أرميد، غزلين عم بحطوا بجنينات أشخاص، صارت كتير حلوة الزينة. في مجدلية قضاء صغرتا تساقط الثلج قبل أوانه قرب هذه المغارة الميلادية وأمام هذا المنزل الأسطوري الذي جذبت أنواره المتنوعة وزينته الفريدة كل المارين. خدنا من باريس أفكار، من أمريكا أفكار، وقدرنا حققناها لبيتنا. كنا كل يوم عم ننفذ شيء ونضويه بالليل نشوفه كيف بيطلع، وطلع معنا هاللوحة الميلادية هيدي. كتير عم بيجي زوار وعم بيقصدوها كتير، وعملة حركة سياحية بالمنطقة. هذا القصر البراق في جبيل يزين بسحره وجماله منطقة حبوب، فصاحبه أراد أن يعكس فرح العيد إلى الخارج ليتشارك به مع كل أبناء المنطقة، فزين منزله بأجمل رموز العيد، وعلى المدخل بابا نويل مستقبلاً جميع الزوار. في كلفة كتير كبيرة يعني، مشان هيك أنا حبيت أعمل شيء مميز، سيكون شيء مميز، عملت هالشيء الحلو اللي شايفينه أنتوا قلتني أكيد. تقريبا بتستغرق هيدي الزينه؟ يعني هذه الزينه بتستغرق شغل حوالي تقريبا شهر تحضير. فرح وسلام وامل ثالوث يعكسه شهر كانون الاول على لبنان والعالم، ليس فقط بزينته الجميله المنتشره في كل الاماكن، وانما بمعنى العيد الذي يحمله هذا الشهر من محبه وعطاء من دون حدود.